رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، بسيط، ذكر الله خاليا مو بالتهجد الجماعي مثل ما بيصير برمضان بالمساجد، مو بقيام الليل بالمساجد، لا، قام الليل منفردا وأغلق باب غرفته على نفسه وأخذ يناجي الله عز وجل وتذكر معاصيه آثامه، تذكر عظيم نعم الله عليه وكرام الباري إليه، وهو منحرف ففاضت عيناه بالدمع. الباري عز وجل بيقول له سأحفظها لك، خبي لك يا ما بضيع لك يا يوم القيامة، ربي سبحانه وتعالى ينجيه من هول هذا الموقف. فيا أخي كن حريصا على أن تكون واحدا من هؤلاء الأصناف. نعم، وعندئذ المسألة بسيطة، الباري سبحانه وتعالى كريم.